مساء الخير أحبائي وأعزائي، أهلا بك معانا في كل لحظة. أهلا بك مع قناتكم، قناة الملكة والأمير. الحقيقة الطلب شديد الأهمية، وهو القبض على القس زكريا بطرس لما أساء إلى الإخوة المسلمين وإلى رسول الإسلام. من هو زكريا بطرس؟ هو قمص مسيحي أرثوذكسي، ولد سنة 1934، واترشم كاهن في شبين القوم، واتنقل إلى طنطا، ورجع إلى كنيسة مريم مرقس في القاهرة، وعمل أو رشموه كاهن في أستراليا سنة 92، ورجع إلى مصر، وبعد كده راح إلى إنجلترا ودرس في كلية الآداب وحصل منها على ليسانس التاريخ. أثر في تكوين شخصيته واتجاهه ورث عن أخيه إنجيله الذي أصبح إنجيل بطرس أو زكريا بطرس. فيما بعد أعطته مجلة وورلد جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق سنة 2008، وصفته صاحبة الإنسان الجديد بعدو الإسلام رقم واحد، ووضع تنظيم القاعدة مكافأة حوالي 60 مليون دولار لمن اتخلص منه. أصبح اسمه معروف للعامة بعد ظهوره في برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية في 2003، والتي تعمل على انتقاد الإسلام. الحقيقة مما وبيعتبروا المسلمين انه اصبح اسمه معروف زي ما قلنا بعد ظهوره في برنامج قناة الحياة الفضائية سنة 2000، والتي تعمل على انتقاد الإسلام ورسول الإسلام بأسلوب يعتبروا المسلمون اسلوبا تهجميا غير لائق. اثار الكثير من الجدل ولم يرضي الكثير من المطلعين، مما ادى الى تناول موضوعه في بعض البرامج الاجتماعيه، كما حظيت باهتمام وتغطيه من قنوات عالميه. وفي يوليو 2010 ابلغت منظمه جويس ماير التبشيريه، وهي منظمة تبشيرية أمريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة، وأبلغت قناة البي بي سي عربي أنها ستوقف بث برامج زكريا بطرس في رسالة جاء فيها إن وسيط المنظمة في الشرق الأوسط أبلغ بأن قناة الحياة التبشيرية قد قررت التوقف عن بث برامج القمص زكريا بطرس، وإن هذا الشهر هو الشهر الأخير لبرامجه على شاشة القناة. جاءت رسالة منظمة جويس ماير إلى تلفزيون البي بي سي عربي في إطار إعداد القناة لفيلم وثائقي عن المتنصرين في العالم العربي ضمن سلسلة برنامج ما لا يقال الوثائقي، وقد سعى فريق البرنامج إلى لقاء المسؤولون في قناة الحياة التي تعمل في سرية تامة، وتحيط العاملين بها بإجراءات أمنية مشددة ليستفسر منهم عن تفاصيل أسباب إيقاف برامج زكريا بطرس، غير أن الرد على كل محاولات الفريق كان يقابل بالرفض من قبل المسؤولون عن القناة، متحججين بأن ذلك راجع لأسباب أمنية. ومن ثم توجه فريق عمل البرامج أو برنامج إلى منظمة جويس ماير لعلاقة الشراكة الموجودة بينه وبين قناة الحياة. قام في إبريل 2011 بإطلاق قناة جديدة باسم قناة الفادي تبث في أمريكا الشمالية، وهي تبث الآن في الشرق الأوسط. ردود إخوتنا وأفعال إخوتنا المسلمين أدى أسلوب القمص إلى خلق سخط عام من قبل المسلمين وكثير من المسيحيين،
مما حدا ببعض الأساقفة إلى التحذير منهم، وبتصريح البابا شنودة الثالث بأن أسلوب القس زكريا بطرس غير مرضي، وأن مشاكله لا تتعلق بالهجوم على الإسلام وحسب، وإنما بمفهوم للخلاص واعتقاده في الخلاص في لحظة. كل ذلك أثر على هذا. أدى أسلوب القمص في حوار الآخر إلى عرض مجموعة من المثقفين وطلبة العلم المسلمين الرد على القمص، وآخرون قرروا أن يتجاهلوا ما يقولوا. ومن أبرز ما قام بالرد عليه الكاتب المصري أبو إسلام أحمد عبد الله، والدكتور إبراهيم عوض، ومصطفى ثابت، ومحمود القعود، والدكتور عبد الله البدر. كما دعا بعض هؤلاء القمص إلى مناظرة مفتوحة في مكان محايد كالإذاعة أو التلفزيون أو بالتوك شو، ومنهم الشيخ وسام عبد الله وخالد الجندي الذي يتهم زكريا بطرس بالتهرب من المناظرة، مما جعله يصرح في حوار له مع العربية أنه مستعد لهذه المناظرة على أن تكون في مصر. رفض بطرس بعض المناظرات. قام أبو إسلام أحمد عبد الله بدعوة زكريا بطرس لمناظرة على أن تكون في مصر، وألا يخطئ بطرس في حق الإسلام، إلا أنه رفض مبررا وذلك لأسباب أمنية. مطالبات بإسقاط جنسيته. قام المحامي المصري نبيه الوحش بتقديم إنذار لرئيس الوزراء السابق أو الأسبق أحمد نظيف، ورئيس وزير الداخلية السابق والأسبق حبيب العبدي، والبابا شنودة، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس لإخلال بطرس باستقرار وأمن مصر في الداخل والخارج. واعتبر أن إهانة الإسلام ورسولة الإسلام كان خيانة العظمى، وقال إنه إذا لم يتم تنفيذ ما جاء في الإنذار سيقوم باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لاستصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنه. طلبات للقبض علي عن طريق الإنتربول. ماذا حدث؟ قاضي محامي مصري رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والخارجية والإعلام والنائب العام لعدم التحرك لمواجهة زكريا بطرس، مطالبا رئيس الجمهورية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة التي يصدر منها بس قناته، وطرد سفير هذه الدولة من مصر وسحب السفير المصري منها، وطالب وزير الداخلية بتكليف الانتربول الدولي بالقبض على بطرس وترحيله إلى مصر لمحاكمته. كما طالب وزير الإعلام أيضا أن يصدر أمر بمنع بث قناته وبسبب الإساءة. دعا تنظيم القاعدة إلى قتل زكريا بطرس واضعا على رأسه مبلغ 60 مليون دولار. إلغاء محاضرة بيينا. كان سيقيم محاضرة بيينا يوم الخميس 6 مايو 2010، ولكن ألغي المؤتمر بعد أن وصلت تهديدات إسلامية كثيرة بالعمر. هذه المحاضرة كانت من المفترض أن تكون أول ظهور عام له في أوروبا سابقا، ورصدت القاعدة مبلغ بقدر 60 مليون دولار لمن يقتل. أحبائي وأعزائي، سوف نودي لكم كل ما هو جديد. أشكركم على محبتكم وعلى استماعكم لهذا الفيديو، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.